بك لو كابتن هدي شوي تقريبك خلينا نستحكمك. ولا عبدو غلاصين اذا انفدت منا بدي حطك بدالي عم تفهم؟ الله لا ينفدك يا كلاب، بدي استد منكم كلكم بجهنم. معناتها عرفان حالك رايح على جهنم وعرفان انك رايح لهونيك انت والكل. نفذ لك شو عم تعمل يا مجانين؟ لك شو عم تعمل؟ عندك بوزك حبلات سلامي لك أوس بس يكون بعلمك الأقمار الصناعية مو بس بتنقل للبنتاغون، بتنقل للفي بي إن كمان، وساعتها غير عن كرسي الكهرباء ما راح يعجبوك. شو هالغصن الخرطي؟ شرف حاكمه.